ألف سردة وسردة معي أنا لقمان ديري. هكذا حدثنا الغبشت. تسونامي على قدنا. قلنا أننا دخلنا إلى الحارة فوجدنا الشجرات وقد عصفت بها الريح وما من معين لها في محنتها، فلقد جاء أولو الأمر وشالوا من مكان وكأنهم لم يصدقوا أنها ترنحت قليلا. وما إن وضعت السيم كارت تبعي في الموبايل حتى بلش الرنين، وكل المكالمات كانت تتحدث عن كوارث محلية بسبب هطول الثلج. فصديقي اللي اشترى بيت مطوب من هديك السنة دلف عليه السقف وغرق هو وعفشه في نعيم الثلج. طلع البيت مخالف بعد السؤال، مخالف ومتصالحين عليه، واضطر صديقي هو وولاده للنوم عند الجيران. كان صديقي بده أنه يجي التلفزيون ويصوره، قصدي يصور بيته، بينما ارتأيت أن يؤجر بيته لشي مسلسل يتحدث عن 24 ساعة تحت الثلج اسمه بعد الهطول، أسوة بمسلسل بعد السقوط اللي كان تحت الأنقاض. ومثل صديقي شي منه كتير، الشوارع غير مهيئة، تمشي ولا تعرف متى ستطبس بالجورة، فالحفر تغطيها الثلوج الآن، وصرنا نمشي في الشام كالعميان. لذا عدت من جولتي الاشتياقية الأولى لتراب الوطن غرقانا بمائه النادر. وقعت في 7 حفر خلال 7 دقائق، وما إن فتحت الانترنت حتى وجدت صديقتي وقد أرسلت لي صورا من مشروع دمر الجزيرة 16، وقد انشقت الأرض عن زلزال مبين سببه أن البلدية أنجزت مشروعا منذ 2 أسبوع لكن جاء الثلج وبان المرج، فبهطول الثلج انشقت الأرض وتهدم المشروع الكرتوني الذي نفذ على ما يبدو دون أن يكون عنصر الضمير من مكوناته. لكن اللطيف الأمر أنني شاهدت حركة السير عندنا وقد أصبحت أنيقة محترمة لأول مرة في حياتي، فسيارات تمشي بهدوء كله خايف يتزحلق، لا دوبلة بدون طعمة، لا تشفيط، فالأرض مشفطة خلقة، لا طحش لا شطارة. وباستنتاجي وذكائي عرفت سبب أناقة ورتابة حركة السير في الغرب، طلع كله بسبب الثلج. في اليوم التالي نزلت لشراء الجرائد المحلية، وفي طريق العودة وجدت صديقي بائع الورود يساعد الشجرات المترنحة والمرمية في مدخل بنايتنا. وضعت الجرائد والأغراض على طرف وساعدته، ربطنا 3 شجرات بشجرة واحدة من الجهة المقابلة فعادت إلى الصمود والوقوف، وها أنا ذا أطل عليها من النافذة وأطمئن على قيامها بالسلامة. ومساء وأنا أمشي استوقفني شاب وضيفني بسكويتة، لكن البسكويتة سقطت على الأرض وكانت الأخيرة التي لديه، ناولني عوضا عنها علكة، لكنني اعتذرت وتناولت البسكويتة من على الأرض التي كانت نظيفة، نفضتها من الثلج وأكلتها وأنا أفكر. طيلة عمري كنت أعتقد أن الأرض التي نمشي عليها نظيفة، فمن الذي جعلها قذرة الآن؟ هكذا حدثنا الغبشت. كنتوا عم تسمعوا لقمان ديركي بألف سردة وسردة عهوى راديو سوريالي.